بعد استغاثة ومناشدة عائلة الطفلة المودورة التي تم اغتصابها وقتلها بجريمة بشعة من خلال برنامج بالتفصيل، كانت لدينا استجابة فورية، ونحن الآن في منطقة المدائن في قرية الجعارة لكي نطلع على أوضاع العائلة، علقا نواسي و حقيقة نقلل من هموم هذه العائلة التي أصيبت بنكبة كبيرة مع ظروفهم اليوم. أم الضحية أم هاجر هي تعمل في البساتين بأجر يومي 7000 دينار من أجل لقمة عيش أولادها لتعيش بكرامة، وإن شاء الله نحن سنقدم في وزارة الهجرة ما نستطيع تقديم لهذه العائلة ضمن الإمكانيات المتاحة. لذلك احنا اليوم نشكر قناتكم لأنها كانت حاضرة في الميدان وزارة العائلة ونحن معها، وإن شاء الله نحاول أن نعمل وسعنا من أجل تخفيف المعاناة عن عائلة هذه المغدورة المظلومة.